كده شكرا كده صفر ثلاث دقايق يا جماعه ثلاث دقايق وهو مد دقيقتين خلاص يا صفر هتاخد الكره دي وهيصفر حلو قوي 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 نروح بقى وبختك يا ابو بخيت نروح لضربات الترجيح وبختك يا ابو بخيت لكن ملحمه كرويه مصريه عظيمه 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 في وسط هذه الاجواء الصاخبه الصعبه جدا 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 نقدر ان احنا نفرض 1-0 فقط لا غير برافو يا رجاله برافو يا رجاله في مصر يا عظام يا عظام يا عظام روحنا دلوقتي ضرب 30 دقيقه على ملعبهم وسط جماهيرهم وصمدنا برضه ورايحين لضربات الترجيح بس تجلد فيه وخير ان شاء الله سريعا الى زميل العزيز الكابتن شقيق ونقول لمنتخبنا الوطني ارضك ما نزعلش ابدا 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 هي مباراه في كره القدم نبني على اللي جاي ان شاء الله ونستعد من النهارده لكل ما هو قادم باذن الله وما نزعلش وما نقطعش بعض تعالى يا زين